نوع من الحقول المعرفية الجديدة الناشئة من تداخل عدة حقول أكاديمية تقليدية. نجد تخصصات معروفة في عصرنا فتخرج منها أنواع جديدة من الحقول المعرفية، أو مدرسة فكرية تفرضها طبيعة المهن المستحدثة. يعني نصل الآن إلى مهن جديدة نتيجة تداخل عدة تخصصات سابقة. تدريب لكم الآن نفكر فيه، ما الفرق بين التخصصات البينية والدراسات المتعددة التخصصات؟ فلدينا دراسات بينية ولدينا دراسات متعددة التخصصات، هل هي الآن بنفس المعنى أم هناك فرق بينها؟ نلاحظ في هذه الصورة هناك دراسات يعني متخصصة كثيرة: الطب، علم الاجتماع، علم النفس، علوم التاريخ، البيئة، الجغرافية. خرج من هذه التخصصات علم بيني يسمى طب الصحة والمجتمع. يبقى إذن هذا حقل معرفي جديد نشأ من تداخل عدة تخصصات، هذا الدراسات البينية. أما الدراسات المتعددة التخصصات يمكن يكون بحثاً دراسة علمية، نقول فقهية، حديثية، طبية، دعوية، تربوية، اجتماعية، فدراسة واحدة فيها عدد من المتخصصين، فيها عدة تخصصات، هذه دراسات متعددة التخصصات وهي مهمة جداً، ولكن التخصصات والدراسات البينية مختلفة. ماذا يحدث؟ سؤال تفكيري إبداعي، تدريب لكم، يمكن تكتبون معكم في ورقة الإجابة: ماذا يحدث لو لم نقم بأبحاث علمية في الدراسات البينية؟ يعني إذا لم نقم بأبحاث بينية، هذه إذا لم نقم بها ماذا سيحدث؟ أضرب لكم مثالاً، هناك فرق بين أسرة بدون أطفال وأسرة بأطفال. فنجد أسرة في الزواج، الإسلام حث على الزواج، نجد الأسرة بالأب والأم، نعم، لكن نجد الأسرة بأطفال، نجد جاءت بحقل جديد، بطفل جديد، وهذا نتيجة الزواج الشرعي. فسبحان الله، تناكحوا، تناسلوا، تكاثروا. فالدراسات البينية هي باب في فتح الاجتهاد، باب الاجتهاد مفتوح. هل الدراسات التخصصات انتهت وأغلقت ولا يمكن الزيادة عليها، بل يكتفى بعمل دراسات متعددة التخصصات فقط؟ لا، ما زال باب الاجتهاد مفتوح، فيمكن الإبداع والتطوير والتجديد. وقل ربي زدني علما.